ضمن هذا المهرجان، مهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، ينطلق هذا الشوط ويحمل الأسماء ويحمل الشعارات الحاضرة في هذا الشوط التي توافدت من كل حدب وصوب من أجل المشاركة ومن أجل التحدي وروح المنافسة على أرضية هذا الميتان، ميتان المرموم الذي يجمع هذه الشعارات ويجمع هذه الأسماء المشاركة في هذا الشوط. ننطلق في هذا التحدي الممتاز لنتعرف على الأسماء المتقدمة، لنوافي حضراتكم بالأسماء المتقدمة. تأتينا الهائلة ضاحي بن يمعى بن سعيد العميمي يتقدم مع المركز الأول مع انطلاقة الهائلة. المركز الثاني تحركت في هذه اللحظات هقاوي، وصلت لصالح بن حمد بن سعيد بن قصرة، يقدم انطلاقة هقاوي وتحدياتها الممتازة. المركز الثالث هناك القدوم مع ابعاد عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع هناك القدوم مع الضبي عبد الله بن محمد بن خيرة الاعفاري يتقدم مع الضبي مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات مع انطلاقه مزنة عبد الله بن سعيد بخلفان الراشدي او الرشيدي يتقدم في هذه اللحظات. على المركز السادس وصلت في هذه اللحظات رضوى سالم بن دقاش بن محمد العامري يتقدم مع انطلاقة رضوى في هذا التحدي الممتاز. وايضا المركز السابع وصلت هنا الهدى محمد بن مسلم بن الزفنة العامري يتقدم مع المركز السابع. المركز الثامن هناك ميسوره راشد بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي يتقدم على المركز الثامن. المركز التاسع وصلت في هذه اللحظات هملوله عبد الله بن مبارك بن سعيد بن محمد الكتبي وعاشر المراكز. ونختم الندى مع طيف عبد الله بن مبارك بن سعيد بن محمد الكتبي. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه العشرة المراكز الأولى ذعناها على مسامعكم. عودة إلى المركز الأول، عودة إلى الرقص الجميل، عودة إلى الهائلة، عودة إلى الهائلة بأداها الهائل مع المركز الأول بالانطلاق الممتاز بالشعار الجميل الذي تحمله الهائلة مع المركز الأول. ولكن الأسماء قادمة، الشعارات حاضرة على المركز الثاني. هناك المركز الثاني، المركز الأول الهائلة، هنا تعود ملكيتها الضاحية بن يمعى بن سعيد العميمي يقدمها على المركز الأول. المركز الثاني تحركت في هذه اللحظات وانطلقت بالانطلاق الممتاز رضوى سالم بن دقاش بن محمد العامري يتقدم مع انطلاقة رضوى. والمركز الثالث هملولة، تتقدم هملولة لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وهناك أيضا المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات بشاير هلال بن سعود بن حميد الدرعي يتقدم مع بشاير. والمركز الخامس وصلت العاصمة راشد بن محمد بن راشد بن غدي الكتبي يتقدمونها لمرغم مع انطلاقات هذا الاسم وتحديات هذا الاسم. والمركز السادس هناك ذخيرة راشد بن سالم بن محمد الشامسي. والمركز السابع هناك الوصول والتحدي والإثارة مع انطلاقة الضبي خميس بن سليم بن راشد العويسي يتقدم. الضبي الخميس بن سليم بن راشد العويسي نعم يتقدم في هذا الشوط. والمركز الثامن وصلت في هذه اللحظات وانطلقت الهدى محمد بن مسلم بن الزفنة العامري. وهناك المركز التاسع هناك الوصول مع أوتار فاضل بن زيد بن مبارك المزروعي وعاشر المراكز. هناك الوصول ولكن عودتنا إلى البداية، عودتنا للهائلة الهائلة الهائلة مع المركز الأول مع البداية هلولة. ولكن المركز الثاني وصلت بشاير هلال بن سعود بن حميد. هناك الدرعي يتقدم في هذه اللحظات، وصل شعار مرغم ليتقدم بانطلاقة العاصمة راشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي. ولكن البداية والرقص الجميل والأداء الممتاز
بشاير 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 مع الصدارة مع المركز الأول، راحت مع البداية، ولكن المركز الثاني اللحظات الأخيرة، العاصمة العاصمة مع المركز الثاني، راشد بن محمد بن راشد بن غدي الكتبي، ولكن البداية مع الصدارة مع بشاير بشاير. هلال بن سعود بن حميد الدرعي ينقل السلامات إلى المصانع الجنوبية مع الأداء الممتاز مع الأداء الجميل. إذن هذه مع البداية تنطلق بشاير، تبشر بهذا الانطلاق الممتاز، وسلام يا السلطنة، سلام سلام لهذا الشعار، شعار العاصمة. هلال بن سعود بن حميد الدرعي ينقل السلامات إلى السلطنة، وسلام يا البشاير، سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت العاصمة، راشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث الأخيرة، راشد بن سالم بن محمد الشامسي. والمركز الرابع وصلت على المركز الرابع في هذه اللحظات الواصلة، الغفيج بن صغير بن عبد الله المالكي. والمركز الخامس هناك الوصول مع شلفة مبارك بن صالح من قريدة المنصوري. عودتنا إلى التوقيت الزمني وإلى ساعة وصول العاصمة إلى خط النهاية، أو بشاير إلى خط النهاية مع المركز الأول هلال بن سعود بن حميد الدرعي، محققة 5 دقائق و55 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك بشاير هلال بن سعود بن حميد الدرعي، وسلام الميدان البشاير، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني العاصمة، راشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي، تحقق التوقيت 5 دقائق 56 ثانية وست أجزاء من الثانية. سلام لهذا الشعار، وسلام يا مرغم، سلام. أما اللي احتلت المركز الثالث بانطلاق ممتاز وباندفاع مميز ورائع وجميل، اللي هي ذخيرة راشد بن سالم بن محمد الشامسي، محقق التوقيت 5 دقائق 57 ثانية والتسع أجزاء من الثانية. تهانينا.